السلام عليكم. أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الجمعة ومنذ قليل عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا والمقررة في الكاميرون ابتداء من شهر جانفي المقبل. واستدعى الناخب الوطني 28 لاعب للدفاع عن اللقب القاري والذي تحصل عليه المحاربون في العاصمة المصرية القاهرة سنة 2019. وكما كان متوقع شهدت القائمة تواجد العناصر التي تألقت في كأس العرب الأخيرة، وهي إلياس شتي، محمد الأمين توقاي، سفيان بن دبكة، إضافة إلى عودة ياسين إبراهيمي. ولعل السبب الرئيسي والذي جعل بلماضي لا يستدعي مازياني هو تضييع هذا الأخير لهدف محقق بعدما كان وجها لوجه مع الحارس في المباراة النهائية في بطولة كأس العرب. ولم تشهد القائمة أيضا مفاجأة كبيرة سوى غياب هشام بوداوي وأحمد توبة، واللذين تعودا على التواجد في تعداد الخضرة في الفترة الأخيرة.